بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في قناة Smart Integrated Exchange Academy. النهاردة احنا بنتناول تلخيص لمنهج English Zone للترم الأول، وطبقا لتعليمات الوزارة الترم الأول عبارة عن 3 وحدات فقط، فاحنا قسمنا لكم كل وحدة إلى 3 محاور رئيسية، وهي أول محور الفوكابلوري وهي الكلمات الجديدة اللي موجودة في الوحدة، وبعدها الأسئلة اللي ممكن تتعرض لها في الامتحانات. تاني محور اللي هو الجرامر اللي هي القواعد اللغوية، وبيجي بعدها الأسئلة اللي بتتعرض لها في كل امتحان. تالت محور اللي هو language functions وهي الوظائف اللغوية، وبعدها الأسئلة اللي بتيجي عليها.